فتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. من جواهر المعاني في النص القرآني الكريم جوهرة اسم الله الشكور، ورد ذكر في القرآن الكريم في 4 آيات، منها قول الله عز وجل: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ورد أيضا في حقه تعالى اسم الله الشاكر، وجاء ده ذكره في القرآن الكريم في 2 آيتين في القرآن، ومنهما يعني واحدة من الاثنين دول، ما جاء في سورة البقرة في قوله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. من معاني مادة الشين والكاف والراء اللي هي الشكرة في لغة العرب الاعتراف بالمعروف الاعتراف بالمعروف والثناء على فاعله. والشكر في الشرع معناه صرف العبد كل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم الله بها عليه في طاعته، كل النعم يصرفها في طاعة الله، ده الشكر في الاصطلاح في الشرع. والشكر نوعين أو نوعان، الأول شكر باللسان، إن الإنسان يحمد الله فيكون من الذاكرين بالحمد، و الشكر آخر وهو شكر بجميع الجوارح، إنه تستقم الجوارح على أمر الله سبحانه وتعالى. يعني اللسان منوط به الحمد، والجوارح منوط بها الشكر العملي، وعملوا آل داود شكرا، يبقى هم يترجموا شكرهم من جهة صرف هذه الجوارح فإنها تستقم على أمر الله تعالى. الله تعالى هو الشاكر الشكور كما وصف نفسه جل جلاله الله في كتابه العزيز. ومعنى الشكر في حق الله سبحانه وتعالى يعني هو سبحانه الذي يجازي على القليل من الأعمال بكثير من الثواب. تعمل انت عمل صغير وربنا يعطيك عليه ثوابا عظيما جليلا. ليه؟ لأنه الله الشكور، هو سبحانه الذي يعطي الثواب الجزيل على العمل القليل والثواب العظيم على الشكر لله سبحانه وتعالى. شكر الله تعالى لعباده في حقيقته إنه مزيد تفضل من الله سبحانه وتعالى عليه، وكمال وإحسان وكرم وحلم، رغم إن الملك ملكه سبحانه وتعالى، يعني لا يزداد سبحانه شيئا بشكر الناس له وطاعتهم ونسبتهم الفضل إليه، كما إنه سبحانه وتعالى لا يتضرر بكفر الناس ولا بكفرهم ولا معصيتهم، لأنه هو الله الغني الحميد. لكنه تبارك وتعالى يحب أن يطاع ويحمد، يحب أن يطاع ويشكر، يحب أن يرضى سبحانه وتعالى عن عبده، ولا يرضى عن عبده إلا إذا كان لله شاكرا، ويكره
أن يكثر به وبنعمته ويسخط على العبد بذلك سبحانه وتعالى. من شكره إنه يوفق العباد للخير وصنيع الخير لأنه الله الشكور، يوفقك لعمل الخير وبعدين يعطيك الثواب على العمل به، فيشكر القليل من العمل ويعطي عليه ثواب جزيل أكتر من العمل اللي عملته، فيضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فيجزي الله سبحانه وتعالى العبد على ذلك. يعني أنت تعمل عمل مقداره العمل المفروض، لعملت حسنة بتاخد حسن، عمل صالح تاخد حسن، الله يضاعف للعباد، الله يضاعف الأجر والثواب، فيضاعف الحسنة لعشرة لأكتر لغاية ما توصل ل700 ضعف وكمان، والله يضاعف لمن يشاء. فيجزي الله العبد على العمل بأنواع من الثواب كمان العظيم العاجل قبل الآجل، مش بس يدخر لك الثواب العظيم في الآخرة، لا، ويذيقك من صنيع وبركة العمل الصالح في الدنيا قبل الآخرة. ورد في الصحيح إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم يضاعف، يعني كل عمل خير بتعمله، كل بر بتعمله، كل معروف بتعمله، كل خير تأتيه، كل بر تقوم به. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي واللي رواه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن كل عمل ابن آدم يضاعف، يضاعف عمل ثواب الخير اللي انت بتعمله. الله الشكور يضاعف لك الثواب، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ولأنه الحليم سبحانه لا يجزي بالسيئة إلا سيئة واحدة، لو انت غلطت، عملت عمل مش مظبوط، اقترفت سيئة، يديك سيئة، في الحسنة يكتبها لك 10 ويكتبها لك أكتر من 10، والأمر مفتوح ل700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. إنما السيئة، عملت سيئة تاخد سيئة. يقول سبحانه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله وهم لا يظلمون. ومن شكره سبحانه وتعالى الشكور غفرانه للكثير من الزلل شكرا للقليل من العمل. يعني ايه؟ يعني تعمل انت عمل بسيط من الخير فربنا سبحانه وتعالى يعطيك عليه ثواب جزيل ويكفر به عنك السيئات ويرفعك به درجات وتكتب لك به عظيم الحسنات عشان عمل صغير، لأنه الله الشكور. مهما كان العمل ده صغير لكن الله قبل هذا العمل وضاعف لك في الأجر والثواب ورفعك الدرجات بهذا العمل القليل. عشان كده سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان دايما يأمرنا إنه لا يحقرن من المعروف شيئا، لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ابتسم، حتى الابتسامة العمل ده أنت بتعتبره شيء بسيط لكنه ثوابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر طريق. يعني لقى واحد في الجنة متبغدد بقى كده ومنعم وسعيد في الجنة عشان شجرة وجدها على ظهر طريق قطعها. ليه؟ لأنها كانت تؤذي الناس، عمل قد لا يكترث به كثير من الناس ويشوفوا أنه عمل صغير لكنه عند الله عظيم. شوف ده اللي منعم بالجنة، يعيش فيها منعم مرفه يرتع فيها لأنه وجد شيء ممكن يؤذي الناس فرفعه من الطريق عشان نيته أنه ما يؤذيش الناس، لا تؤذى بذلك. العبد عليه أنه يستشعر وجوب الشكر بل دوام الشكر للخالق العظيم اللي بيقبل قليل الأعمال ويضاعف ثوابها،
اللي سبحانه وتعالى بيشكر لنا حتى على القليل من العمل، فكأنه عمل عظيم من كتر الثواب اللي بناخده، يستحق الحمد. فالحمد لله رب العالمين، يستحق الشكر بأن الجوارح تنصرف إلى طاعته. وعلى فكرة لابد من الشكر لله سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعم الله تعالى بها عليه. وخلي بالك إن شكر العبد لله مهما بلغ، مهما كان شكرك، لن يوفي حق الخالق العظيم جل وعلا. لو أثنى العبد على ربه فثناؤه قاصر، لأنه لا يحصي ثناء عليه. وإن أطاع العبد فطاعته نعمة أخرى من الله عليه. لما تتوفق للطاعة دي نعمة، ولما تتوفق للشكر دي نعمة أخرى وراء النعمة المشكور عليه. فأنت غارق في نعم الله سبحانه وتعالى، فأحسن وجوه الشكر لنعم الله علينا ألا نستعمل النعم في معاصيه، بل نستعملها في طاعته. وده بيكون بتوفيق من الله وتيسيره في كون العبد شاكرا لربه، فربنا يوفقه ويديله مزيد من التوفيق ومزيد من الفتوح. لأن الشكر نعمة عظيمة، والتوفيق ليها نعمة أجل، تستحق دوام الشكر حتى لو ظلينا عمرنا كله نشكر. فشكرنا قاصر لأننا لنحصي ثناء على الله. ابن القيم قال كلمة لطيفة قوي في عبارة جامعة ورشيقة يسهل حفظها وتذوق معانيها. بيقول ابن القيم إن الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعتراف. لأن لما أنت هتقول الحمد لله يبقى ظهر الشكر لله على لسانك، بتشكره بتحمده وتعترف له بأنك غارق في نعمه ونعمائه. وبيقول هي ظهور أثر الشكر على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة. أنت قلبك ده مقر وشاهد بنعم الله تعالى عليك، وده يدفع بك إلى مزيد الإقبال على الله ومحبة الله سبحانه وتعالى. وظهور كذلك أثر الشكر على جوارح العبد انقيادا وطاعة، هذا هو حقيقة الشكر. وليعلم العباد إن الشكر مربوط، يعني استبقاء مؤذن باستبقاء النعم، الشكر مؤذن باستبقاء النعم الحاضرة وجلب النعم المفقودة. اللي عايز تزيد نعمه الأمر ده مرتبط بزيادة الشكر والحرص عليه باللسان والجوارح. وجلب النعم المفقودة أيوة بأن نكون من الشاكرين الشكارين لله، كثير الشكر. لأن الشكر سبب لزيادة النعم، إنك اعترفت بأن ربنا صاحب الفضل عليك إيجادا وإمدادا وهداية وإرشادا. وفي نفس الوقت انطلق لسانك شاكرا واستشعر قلبك الحمد، وانطلقت الجوارح شكرا لمولاها بألا تكون إلا في طريق بألا تكون وألا تصرف إلا في طاعته، وألا تستعمل إلا في طاعته. لأن زيادة النعم وبقائها مرتبط بشكر الله تعالى قلبا وباللسان وبالجوارح. يقول سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلازم نلزم إن احنا نكون من الشاكرين. الشكر مش عبادة لسان بس، نحمد الله بألسنتنا ونطيع الله بجوارحنا لنكون من الشاكرين. والقلب راضي شاكر حامد، والمؤمن بيتقلب في خيرات الله على كل حال. إن أصابته ضراء صبر وشكر، وإن أصابته سراء حمد الله وشكر، وكان خيرا له على كل حال. كل شيء من الله نحمده لأنه الله الحميد. فنكن عبادا لله بقلوبنا حامدين شاكرين ناطقين بالحمد بالألسن،
مطبقين للشرع بالجوارح، هذا هو الشكر. لأن المقابل الضد بتاع الشكر كفران النعم وجحودها، وإن كفران النعم وجحودها مؤذن بزوالها، لازم نبقى عارفين. لأن ربنا سبحانه وتعالى علمنا فقال في كتابه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وثبت في السنة والسيرة النبوية إن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الشكر لربه، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: رب اجعلني لك شكارا. دي على صيغة فعالة، صيغة مبالغة، يعني مش بشكرك شكر عادي، ده أنا كثير أكون عظيم الشكر لك يا رب. رب اجعلني لك شكارا. وإحنا كمان ندعي كما علمنا سيدنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله تعالى بأن نكون من عباده الشاكرين الشكارين. رب اجعلني لك شكارا. ودي وصيته لسيدنا لحبه سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، لما قال له يا معاذ، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا معاذ: يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال صلى الله عليه وسلم كذلك له. سيدنا معاذ قال له: وأنا كمان أحبك. فسيدنا رسول الله وصى، قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى أنا أستقم واستعن، أستقم على أمر الله واستعن بالله سبحانه وتعالى. أنا محتاج أن أستعين بالله إني أن أكون من الشاكرين. أيوة، أن أكون من الذاكرين، وأن أكون من الشاكرين، وأن أكون من الرهابين، وأن أكون من المنيبين، وأن أكون من المخبتين إليه التوابين. أحتاج إلى الله في كل شيء، فأستقم وأستعن. ونحن في ختام شهر الصوم نتذكر ما ختمت به آية الصيام في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شوف ختام آية الصيام، الله يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ونحن استجابة لأمر ربنا نختم ونختتم هذه العبادة بشكر الله تعالى على توفيقه إيانا وإعانته لنا، ونسأله القبول، نسأله القبول، نسأله القبول. طيب، هيئة الشكر المطلوبة إيه؟ هيئة الشكر هنا كما وردت، زي ما وردت في ختام آية الصوم، تكون بالتكبير، فنكبر الله تعالى بغروب شمس آخر ليلة من شهر رمضان المبارك لإظهار الفرح والشكر لله إن وفقنا على الصيام، وفقنا للصيام، وفقنا للقيام، وفقنا لقراءة القرآن، وفقنا لسائر العبادات، وفقنا إن احنا نكون من الذاكرين، وفقنا إن احنا نكون من الشاكرين. فنكبر في المساجد والشوارع والبيوت، نكبر فرادى وجماعات، ونعلم ولادنا إنهم يكبروا معنا، فلنكبر جميعا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله. اللهم اجعل هذا البلد آمناً وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. اهلا وسهلا بحضراتكم، وكل سنه وحضراتكم بالف خير. وناخد الاسئله كده معانا سريعه ان شاء الله. ست ام هنا. مهند. يا ست ام مهند ما تزعليش. لا يا حبيبتي، زي انا بحبك والله. ربنا يكرمك ويحفظك. معلش. ربنا يخليكي ليا. اتفضلي. اللهم صل على النبي. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. عندي مهند عنده 10 سنين وملك 8 سنين. لما باجي عايزاهم يتعودوا على الصلاه، المهم قالوا لي اصلي بيصلوا بيا. مهند لما بيصلي بيا هو واخته، هو عايز يصلي يعني يصلي مثلا الظهر، هي عايزه تصلي بيا صلاه العصر، ده ينفع؟ دي حاجه. تاني يعني حاجه، يعني هو يبقى من يصلي وراها يعني؟ هو يصلي بيا انا واخته. وبعد كده اخته تصلي بيكوا كلكوا وهو موجود؟ هو عنده 10 سنين وهي 8 سنين. بيتنفسوا هو. يعني. نعم؟ بيتنفسوا على صلاة الجماعة معاكي يعني. عشان احببهم بس في الصلاة. ربنا يفتح عليكي. ربنا يخليكي. تاني سؤال، اللي انا ببقى قلقانة لو مثلا ما توضوش كويس، ما مثلا دخلوش الحمام شطفوا كويس، ببقى كده صلاة ناقصة. ان هما الولاد يعني. وساعات يتخانقوا بقى مع بعض، هو يصلي بيا لا هي تصلي بيا، في الاخر خلاص كل واحد بيصلي لوحده. ببقى يعني هي عايزاهم يصلوا، بس ببقى قلقانة يعني اللي انا صلاتي تبقى انا ناقصة. حاضر، شكرا. أستاذ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بصلي وكويس وكل حاجة، بس يعني في سؤال دايما يعني بيقول لي يعني ليه ربنا خلق الشرور اللي هي في الدنيا، زي الشر والعنف والزلازل والفقر والأمراض. ليه موجود الشرور في الدنيا؟ دي الحاجات دي يعني موجودة. حاضر، ماشي، شكرا يا استاذ محمد. استاذة منى. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتورة منى، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اتفضلي. دلوقتي دكتور، انا جوزي شغال في البنك، معين قسم القروض. تمام. شغال في البنك في قسم القروض. قروض، ايوه، بينات قروض وكده. ففي ناس بتيجي مثلا تديله مثلا فلوس معينه عشان هو خلص لهم القرض ومشى الدنيا، فهو ما بيرضاش ياخد الفلوس دي. فانا كنت عايز اعرف الفلوس العمله دي حلال ان هو ياخدها ك ك ك ك كحافز له مثلا من العمله ده ولا لا؟ بس وده شيء قانوني يبيحه البنك؟ البنك مش هيبقى عارف.
عشان هو مش هي زي اللي ماشيه في الشغلانه، شايك خد شايك، فاهماني؟ حاضر، شكرا. معانا؟ ايوه. طيب خلاص، احنا النهارده الحقيقه هنطلع للكتاب، بس النهارده حلقه الكتاب حلقه استثنائيه، احنا عاملين كده في ختام الموسم ده من كتاب قلوب عامره، عاملين حوار مع الولاد، هما بذلوا مجهود معانا بقالهم سنين، واحنا ده الموسم الثالث، وربنا يفتح عليهم ويجعلهم من اهل القران الكريم حفظا وعملا وتطبيقا واقراء وكل الاحبه الصغار والكبار. فاحنا عاملينها حلقه كده استثنائيه، وطبعا احنا الموسم ده الحمد لله كنا بنصور في مسجد البديع بمدينة الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية الجديدة. بنشكر طبعا كل القائمين، لأن الحقيقة يسروا علينا تيسير كبير جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يفتح لكتاب قلوب عامرة سائر مساجد مصر وسائر مساجد العالمين لإقراء القرآن الكريم. ونطلع لفقرتنا، فقرة كتاب قلوب عامرة. وحشتوني، ايه الاخبار؟ ازيك يا سارة؟ ازيك يا شوشو؟ ازيك يا سادر؟ قدومي صحيتي قدومي ولا لسه؟ عبد الله، حنونة، ايه الاخبار؟ قولوا لي بقى في الموسم الثالث عملنا ايه؟ يعني ايه تقييم كل نفسكم؟ احسن شوية؟ يا راجل ده انت مجامل نفسك قوي. مجامل نفسك خالص، 8 من 10 حتة واحدة؟ انت شايف نفسك بقيت كده؟ ولا 7.5 كده، ولا 7 من 10؟ لا تمام. انت شيء حاسس كده زي ايه كده مثلا؟ زي مثلا الإدراك والقلقلة طريقة القراية شوية، كنتش دايما تقرا بجسمك، يعني تحس بتتحرك وانت بتقرا، ما خارج الحروف هي اللي انا اركز ان كل حرف يخرج من الحتة بتاعته، المخرج بتاعه، يبقى مش جسمي هو. صحيح كل جسمي منفعل بالقرآن، بس أنا عارف وفاهم من جوه، من جوه في إيه الحروف اللي بتطلع، من الحلق إيه الحروف اللي بتطلع، من الفم، من الخيشوم، ولا إيه يا عبد الله؟ موضوع الخيشوم ده مهم يا عبد الله، خنف شوية كده. قرايتك ممتازة، بس أنت مشكلتك الهوا، بتدرب نفسك؟ حسنت نفسي شوية. تدي نفسك كام كده من 10؟ هتعمل زي أنس؟ ثواني عشان الخيشوم. آدم، إحنا الساعة كام؟ الحمد لله يعني لسه قبل الساعة 8 قبل ما تسيبنا وتروح تنام، ده الشرط بتاع آدم معانا يعني في الحلقة، صح؟ أخبارنا إيه؟ الحمد لله. أنت شايف نفسك إيه بعد الكتاب في الموسم الأخير؟ إيه الحاجات اللي أنت تحسنت فيها؟ يعني قصدك المد الطبيعي مثلا، أحيانا كنت بتقلله عن المقدار الزمني بتاعه، المد الواجب والمد اللازم. احنا قرايتنا حفصة عن عاصم بقصر المنفصل، فاحنا كنت انت بتعمل ايه؟ دايما تطول، وارجع اقول لك يا ابني ارجع شوية، بدأت تظبط يعني كم من 10 كده؟ لا والله ده انت متواضع جدا زي الناس اللي نفسها 8 من 10. حنونة السباحة بتاعتنا، اخبارك يا حنونة ايه؟ اخبارك ايه في القراية دلوقتي؟ حاسة انك عملت يعني شوية تقدم تطور يعني من الموسم الاول للموسم الثالث، حسيتي فرق زي ايه كده؟ كنت باخد الحروف اللي هي اصلا مش من حروف القلقله، والتلوين الصوتي اللي انا اعبر عن المعنى كان شويه، بتبقى القراءه عندك برتم واحد بس، دي يعني مرحله متقدمه، لكن اهم حاجه مخارج الحروف. حسيتي في حروف معينه اتظبطت اكتر؟ ربنا يفتح عليكي، بس انت شطوره ما شاء الله عليك. استاذه ساره الجميله، ساره صرصوره، ايه الاخبار يا ساره؟ الحمد لله. اخبارك ايه بقى في الموسم الاخير من الكتاب؟ حسيتي يعني الموسم الاخير ايه فرقه عن الموسم الاول؟ ايه اللي انت حسيتي انه شويه في تطور حصل فيه؟ الاول كنت بخمه، كنت كان عندي تلوين، يعني كنت بتخلي الحروف اللي هي مرق، الحروف المفخمه ما تاخدش التفخيم، فالضاد مثلا تخليها دال احيانا، دي كانت عندك. وحاجه كمان كان شويه الغنن والمدود، بس انتي ظبطتي، بدأتي تظبطي كويس قوي، انا لاحظت في الموسم الثاني وحسيت الموسم الاخير ما شاء الله. الاول كنت في
الخمسة كنتش بعرف أحفظ كويس، خليت مثلا الثلاثة بقيت أعرف أحفظ كويس. الحمد لله الحمد لله. أنت مريم عاملة إيه؟ أنت لسه هتبتدي صح؟ ربنا يفتح عليك يا شروق. أخبارك إيه؟ انبسطت أنت معنا في الكوتيل؟ دي شروق رمز الأناقة والشياكة. طمنيني الموسم الأخير أخباره إيه معاكي؟ إيه اللي حاساه فارق ما بين طريقتك في القراية ما بين الموسم الثالث وأول موسم ابتدينا فيه مع بعض؟ حرف الضاد يعني مخرج الضاد. كنت بس هو لسه محتاج شوية برضه صح؟ بنعملها إزاي؟ فكريني كده كنا بنعملها إزاي؟ ضاد با ما شاء الله. انت برافو عليكي، انت كمان مع تدريبك الكتير هتجدي افضل واحسن بعد كده. استاذ سادن سدوني ايه الاخبار؟ انت اصلا كبرت من الموسم الثالث للموسم اللي فيه فارغ. اخبارك ايه سادن؟ عامل ايه؟ كويس. ايه حاسس نفسك بقيت افضل في ايه؟ في مثلا لما كنت بقرا كنت دايما بقرا بالطريقه اللي هو زي بقرا ببطء اكتر وطريقه الاداء شويه فيها سرعه فيها بطء زياده وفي ليونه كده في يعني بتحس انه الافضل ان اظبط الزمن الصوتي للقراءه الغنه ما تزيدش عن وقتها، المدود تبقى مظبوطه بالفتره الزمنيه والمقياس الزمني بتاعها وهكذا. مد الطبيعي بنعمله كم حركه؟ مد الطبيعي 2 حركتين، مد الواجب بنعمل 4 فانا وباقي الحروف انا بتبقى على درجه واحده، فانا لازم اوزن عشان يبقى السرعه بتاعتي ما فيهاش اختلاف في قرايه الايه. ايه كمان شفته انه بيظبط ان انت ظبطت فيه اكتر؟ الهمس برضه ساعات الهمس باكل الهمس كده وعادي يعني انت عارف انك كنت بتاكل بتبقى جعان كده وتقوم تاكل. كنت بتحسوا الكتاب طريقته صعبه؟ يعني الطريقه بتاعتي معاكم ما تجاملونيش، يعني انا بتكلم معاكم بصراحه انتوا حبايبي. تدريب ان احنا بقول وبترجعوا انتوا تقولوا ورايا. لما احنا اتعودنا الاول كان شويه صح؟ ما كانش حد مش واخدين على الطريقه دي. مش واخدين على الطريقه، كان اول مره مثلا معظمنا يقرا بطريقه حفص عن عاصم بقصر المنفصل، فمش كل الناس كانت متعوده على الطريقه دي. صحيح على الروايه دي. بس بعد فتره مع التدريب بتاعنا خلاص ظبطوا الروايه. اتعودنا. اتعودوا الروايه صحيح. طبعا مع التدريب بيبقى احسن. بس بعض الناس يقولوا دكتوره نادية ما بتفوتهمش، انتوا كنتوا مبسوطين ان انا يعني كنتوا بتبقوا فرحانين مبسوطين ان انا مش بفوت حرف ولا شويه بتحسوا بزهق؟ لا يعني لان احنا كل ما احنا نقرا القران بطريقه صح كل ما يبقى افضل، لان احنا حضرتك بتعلمينا ازاي نقرا زي الطريقه اللي قرا بيها عليه الصلاه والسلام. لازم الانسان يتعب في الاول في اي حاجه في الدنيا. احنا الموسم الاول كان صعب علينا مثلا لما حضرتك وقفتينا بتبقى وقفتوا كتير، دلوقتي بقى الى احسن وتحسن وعايز تبقى احسن واحسن. صحيح مفيش أجمل من علم تعلم القرآن الكريم وكيف يتلى القرآن، ده علم مبارك. ليه؟ لأنه متصل بالنص القرآني الكريم كلام الله العظيم، فإحنا عايزين نقرأ حلو عشان ما نتعبد بالقرآن، نقرأ القرآن بطريقة سليمة. لما نصلي إحنا بنصلي بالقرآن تبقى صلاتنا سليمة، وناخد بقى 10 درجات على كل حرف، وربنا بقى والله يضاعف لمن يشاء. أكيد اللي هيقرأ ويتقن القراءة مش زي اللي بيفوت في القرايه، واكيد اللي بيجتهد مش زي اللي ما بيجتهدش، صح ولا لا؟ فكل ما بجتهد ربنا بيفتح، ربنا يفتح عليكم ويزيدكم من فضله. قولوا اللهم امين. اللهم امين. اهلا وسهلا بحضراتكم. الست ام مهند عندها بنتها ابنها 10 سنين وبنتها 8 سنين وبيتسابقوا يصلوا بيها الجماعه، فهل تجوز ان هي يصلوا بيها جماعه؟ يجوز ذلك بشرط احسان الطهاره والقراءه. طيب يعني انا لازم برضو اوجههم اعرفهم ازاي لما يعملوا الحمام ازاي يتطهروا بعد كده وازاي ملابسهم تبقى نظيفه واتابع ده، ما انما العلم بالتعلم، فلازم حضرتك تتعلمي ده كويس وتعلميه لهم. وانه يعرف يقرا ابنك الجميل او بنتك الحبوبه دي لما يجوا يصلوا بيكي في الصلاه، ومع ملاحظه انه لا يصلي الصبي خلف الصبي، الصبي هو اللي يا امكم كلكم. لما انت تصلي انت وبنتك لوحدك ما فيش مشكلة، انما لا يا ام او لا تأم الصبية الصبي، عشان بس ايه الامور تبقى واضحة يا ست ام مهند.
استاذ محمد بيقول لي موجود الشر في الدنيا. يا استاذ محمد الشر في الدنيا نوعين، شر خالص انه شر حد بيعمل الشر للشر، وشر غير خالص يعني مش مقصود منه الشر، ظاهره انه شر لكن في باطنه الرحمة. الكون ربنا سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم جل جلاله وهو الحميد، لا يمكن انه افعاله يبقى فيها شر خالص او شر مطلق، لا لا يمكن. حتى ان ظهرت امور انها تبدو انها شر، هي تبدو لكن باطنها فيه الرحمة، لانه هو الضار النافع، ما ضر الا لينفع. فالشر إذن اللي موجود في الدنيا مش شر مطلق، مش شر خالص، انما شر لحكمة. فقط احنا محتاجين نتأمل ونصبر في مجريات الامور وتشوف ليه ربنا سبحانه وتعالى صرف هذه الامتحانات والشدائد عشان يطهر، عشان يرفع درجات، عشان يعدل مسار. كل ده من الحكم التي نستقيها حينما نتأمل أفعال الله الموجودة في الكون، وهي خير كلها. والله علمنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نسأل الله أن يفقهنا ويعلمنا. بالنسبة لأستاذة منى، زوجها بياخد عمولة لما أثناء عملية مساعدة العملاء في القروض، اللي بيعملوا صح ولا غلط، الشاي والقهوة والكلام اللي بيتقال ده، أنا في النهاية عندي قانون، لو لم تسمح باللي بيعمله زوجك ده اللوائح والقوانين فيترك هذا الأمر، لابد أن تسمح اللوائح والقوانين بهذه الممارسة بالعمولة دي اللي بتجيله لما بيعمل كذا، وإلا فلا. يا صاحبة السؤال، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، يا ربنا اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك رهابين، اجعلنا لك طائعين مطيعين، اجعلنا إليك مخبتين، اجعلنا إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من كشف سترك ونسيان ذكرك والانصراف عن شكرك. سبحانك سبحانك سبحانك، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. سبحانك سبحانك سبحانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم وبجميع أسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعتق رقابنا من النيران، اعتق رقابنا من النيران ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وجميع أهلنا وأشياخنا وأساتذتنا وأحبتنا وكل من له فضل وحق علينا. نسألك أن تعتقنا جميعا من النيران. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، لا فاقدين ولا مفقودين. ونسألك اللهم، ونسألك اللهم السلامة، ونسألك اللهم السلامة والسلام لنا ولأوطاننا وللعالمين. فأنت اللهم السلام، وأنت اللهم منك السلام، تباركت تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. أستودعكم عناية الرحمن الرحيم.